عمرك واحد القضية دير التزام بأنك ما تقيسيش؟ التزام إذا أنا وياك التزام بأنك أنت قصيتي هذي غنمشي نديكلاري بيك ما ندير عتيق. شوف واش تجي عندي ساميه كاينه عندي هنايا بغيت ندخل اخويا. السلام عليكم خوتي، كيداير بخير؟ لاباس عليكم؟ بزاف الناس قالوا لي في اللايف جيبي ساميه وجيبي عتيق. انا جبت ساميه عندي، جينا نهضروا قدامكم امامكم. اقسم بالله هذا الشيء تقولوا كذوب ما كذوب، ما كاين حتى شي حاجه كذوب وراه ربي شاهد. المهم اخوتي هانتوما كلشي غادي تشوفوا بعينكم. ساميه وساميه هذه خاصها خاصها وجمعتهم كاملين عندي في الدار، ما نكذبش عليكم جمعتهم كاملين عندي في الدار. ها هي المتتبعين دابا هادي شوفي شكون اللي كيدوق حتى هو يدوق. هانتي كلشي بزاف الناس قالوا لي فاطمة عارفه كي ديري محاوله. انا قلت لكم خرجت من هادشي، هي كتسبني كدور فيا كيف كتشوفوا. خرجت بصح ولكن انا بقاو فيا، بقاو فيا الوليدات حواشر. جوج وليدات ما يمكنش تطلق على جوج وليدات. اللي كتعرفي احسن من اللي ما كتعرفيش. اش غادي نقول لكم؟ ها هي سميه سواد من جمعيه سواد باش نجيب. ها هي سميه صافي. نقول لكم اخوتي انا قلت لها غادي يجينا غتنوض الروينه، انا تنقول لك يجينا غتنوض الروينه. قالت عليا ديري فيديو قدام الناس باش يعرفوا بانني انا دخلت في الصحه. في الصحه انا دخلت في الصحه وخاصه شي تثبت. انا دارنا داخل في الصحه كاملين ما بغاونيش نطلق صراحه، ولكن انا عارفه انا في العيشه مع داك السيد واخا علاش الشيطان واخا تكون عندك جمالات. هذا الشيء هذا الشيء طولتي فيه واخا تكوني زعما انت زعما ليا انجلينا جولي تراب وزبال. هو صاحبي دابا انا بغيت نسامح معاك، عيط لينا وعيط لها. اقسم بالله عيط عليا وعيط عليا وقال لك ندير التزام في المقاطعه. قال لي بحال هكا ندير التزام في المقاطعه ومالك باغي تتقددي وبغيتي تطيري. راه شوفي دابا دابا واش نقول لك؟ واش نقول لك؟ واش بس قلت لك ولي تحشمي قلت لك تخدم المشاهدين احسن من المشاهدين حتى ولينا حنايا. شوفوا ماشي حنا بغينا ندخلوا بخيط بغيت نتي باغا ندير هذه الحاله شويه بشويه بنت الحرام. ماشي لا بنت الحرام، انا عارفه اش كندير، انا عارفه اش كندير. عاد قال لك شنو؟ عاد قال لك شنو غديري؟ دار ليك دابا بلاتي برتي اختي تمشي نشرب بعدا وغادي عاني بغات تهربي من هذا الموضوع. ما غاتشربي حنا غادي نعيطوا لعاتيق. صافي فرات والله وجيت ندير لك الشوارع. عيطي 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 ولا جاتو من بعد. خرجات مشات الحمد لله. دابا حنا في موضوع ديال ساميه. قسما بالله وتعيطي عليه، قسما بالله وتجي وجد هنايا. انا عارفه شنو غادي ندير. انا تنقول لك ديري بسم الله الرحمن الرحيم. نقول لك يجي غنتفاهم معاه. ديرو تبالر ديرو تبالر بزاف راه غتصدقي كاع ما كاع ما ما رجعوش. لا هكا لا هكا ما بغيتوش انايا. انا الو عتيق شوف واش تجي عندي ساميه كاينه عندي هنايا بغيت ندخل اخويا بالصلح ونايضا الروينه ونايضا القرباله. تجي بربي ما يجي ما يجيش صاحبتي. اجي غير نلومها معاك شنو عارف نتوما فك التعفر ديال بنت الحرام هذه. دابا التعفر ما بقاش اخويا. شوف عاطف ولا اجي اخويا نحلوا هذا المشكل. انت باغي مراتك؟ انا باغيها. ايوا اجي اخويا نحلوا هذا المشكل هذا. ما يجيش هذا الشيء والله يعطيني والله يعطيني المصيبه غنمشي بلاتي هضر. سمعتي شنو كيقول هو؟ الله استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. الشيطان انت واخا تكوني هو صاحبتي هو صاحبتي الاخر راه بغى المعقول. انت يا عتيق بغى لا معقول لا والو. انت عتيق دابا انت شنو بالك معاك؟ شوف دابا فداك العقل. الو الو وقلت لك انا خويا بغى ندخل بالصلح. الناس البارح قال لي فاطمه تدخلي بالصلح وانا غندخل غندير هذه المبادره هذه وانا بغيتك تجي عندي للدار. واخا جي بلاتي بلاتي قبل ما يجي بلاتي نقول لك واحد القضية دير التزام بأنك ما تقيسنيش. التزام ندير أنا وياك التزام بأنك أنت قصيتي هذي غنمشي نديكلاري بيك. ما ندير أنا وياك التزام لا بغيتي نسمح ليه ندير أنا وياك التزام. يعني ديال الدار ما تكون انا اللي عايشة معاها. اجي اجي عندي شوف اجي ما بغاش يدير التلفزيون غدا مشي تسطيت مني وجبت تاع انايا. انا نقول لها واش ندير التلفزيون ونقول لها لا هادي شوفي حركاتني وحق الله. واش تقولي لها على وجه الولاد وعلى وجه الوليدات؟ هذا كيعرف يهضر على وجه الولاد وعلى وجه الوليدات. ما يتكرفصش على المرأة يتهلا في المرأة. سمعتيني؟ لا بغينا ندوزو كما كيقول على الوليدات. شنو قلتي؟ بغينا ندوزو صاحبتي على وجه الوليدات. عييت صاحبتي شو انا حالتي كي ولات كرفصني كرفصني قال لك واش ضربك؟ كنت ضربني ما ضربتش ماشي مشقاش جني ضربتها كيمسح عليا كيمسح عليا. حنا نقولو حنا نقولو حنا نقولو حنا نقولو بالصلح
ولكن خاص شي حوايج تحطو فوق الطابل. الطابل ممنوع، بزاف ممنوع، بزاف ديال الحوايج ممنوع، حيت هاد الانسان حد ما دارت بحال هكا حد ما دارك الله ما ضربتك الله يرحمها، حد ما يوم فاعله بحال هكا. واه اش نقصي عليا؟ شنو واش نقصي عليا؟ يعني انا قصيتيني؟ انا ما تنكذبش، انا عارفني كي دايره، انا عارفني معاك مره صباره، مره واقفه معاك، مره بمعنى الكلمه ما كاينش اللي غتصبر معاك. واه صافي ولا نعطيها اخر فرصه مع دير الالتزام، دير الالتزام قسما بالله تعطي اخر فرصه. عاطي قاجي عندي ونديروا هذا الالتزام هذا. الله يزيني ويجي في طم الزاره، الله يعطينا مصيبه غنمشي بحال شي عمري نتعس بعكنا. ما غاتجيش، انا تنقول لك انا ما تجيش عندي، ما يجيش هنايا. انا تنقول عاتق ما داش هذه راه حمقه، هذه راه حمقه. يجي ونحطو هي تقول لي شنو ضارب. انا هادشي ما كذبش عليك، انا كنت كترعي كي كترعي. لا لا انا صبرت مشكل. هو يبغى تكبرهم بلا اب، الله يجعل ذنوبه على رقبته. فاش تفكر مع راسك بانك واش دير الالتزام معايا عاد غادي نشوف، حيت انا عييت ما نصبر. انا قالك والله ما يديرو حب بالله. واش غادي يعطيني التيسع؟ خلينا نتفارقوا خوت صافي. ولا علاش الشيطان؟ حنا ما عندنا لا ولاد لا والو، صبرنا ورجعنا. واي مراه ايضا ما فيهاش المشاكل. ماشي تفكر فيا، عندك ما تربيش، عندك ما تربيش. قال لي مربي راه مربي من عند الله. دوز واش هنا واش هنا كتسي وكتسي مزال قطعي وتفعل قطعي عليه قطعي خشي الله يرحمها. قال لي مزال غادي من بعد مجرتها صافي صافي. السيده هذه السيده هذه ما باغا لا صلح لا والو. ربي معبد غنخرج اختي ما هادشي عييت انتم عروقاتي كتساكف اختي. بنادم راه سوقاس اختي، كبر راسها. اللي بغا يطلق يطلق، اللي بغا يتزوج يتزوج. وانت راه غتندمي انت واحد الندم خايبه. كلشي غيتقلب لك على ظهرك. شوفي كلشي ما غاديش ندم حيت عندي ولادي. علاش انا غادي ندم وانا عندي ولادي؟ اسمعي اسمعي ندم شحال فيا ربي مكتوب فيا على الشيطان. ربي ربي مكتب لي هذا. هذا اللي تخرج ندير ما كتحشمش هذه. صافي قال لك السيد طلب المسامحه صافي مالكي. ما طلبش المسامحه، طلب المسامحه. طلب المسامحه سيرتو. كيعيط عليا. شنو دير؟ والله ما نعيط عليك دابا اقسم بالله اليمين. ما نعيط عليك. ما تعيطش انت اللي عيطت علي. عيطك هو حشالك كيعيط عليا بلا عزاس عزك. عيط لي شحال من مره عيط لي. انا ما قلت لا وحنايا خليني نعرف اش كندير. شحال من مره شحال من مره عيط عيط. ويلاه هذه خريه جاريه حشا الناس. ويلاه اختي انت طليه انت اختي بخبيصه. شوفوا وقيلا شي حاجه طياره بخبيصه. وقيلا شي حاجه طياره بخبيصه. كتركل عليا هنايا كتركل عليا هنايا. ما كتركل عليا تخرجي لي سير بحالاتك ما تجيش تصالحين وتبعدي عليا. معليك على بس انت باش تصالحي وبتي تسمي دوك الولاد. علاش تجي معايا راسك شويه؟ قطع خليت الموز الزبيعي نشوف واحد الحقيقه هكا. كنت ما كتحشميش بحق الله يا وانا علاش باغا تفركت ولادها صاحبتي؟ راسها اختي دخلنا بالصلح والناس ما عندهاش فلوس عليا في الله يبارك. طلع عليا مايك 3000. دخلي بالصلح دخلي 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 اختي. بغيتي اخر محاوله عيط على المصدر. انا عيطت على المتبعين وعيطت حتى على المشاكل. انا غير ديور الناس وصافي. انت كبري شويه كبري شويه راه غتجي واحد الخطوه. نهضرو بيناتنا حنايا خليني وغنقول لكم انا غيدير معايا التزام غادي يسمح لي. قطع اختي الكاميرا الله يرحم باك. انا عارفه شنو غندير. قطعي قطعي